اللي نعتبرهم شركائنا في الميدان الذين ساعدونا كثيرا في مجال محاربة الجريمة وتنوير الرأي العام. نتمنى لهم المزيد من التوفيق والنجاح ومزيد من العطاءات. جزيل الشكر لأسرة الأمن الولائي بسعيدة وعلى رأسها سيد رئيس الأمن الولائي على هذه المبادرة والتي أضحت سنة حسنة في سعيدة هنا في الولاية. Je remercie la société du wilaya de nous avoir offert cette collation en guise de notre mission qui s'avère un peu difficile. أشكر المديرية الأمن الولائي وجهاز الأمن بصفة عامة على هذا التكريم الذي حظيت به أسرة الإعلام في يومها الوطني. هذا إن دل على شيء إنما يدل على المكانة التي يحظى بها الإعلامي لدى السلطات، وهذا ما يعكس الترابط بين الأسرة الإعلامية والشرطة من أجل نقل المعلومة إلى المواطن بطريقة احترافية ومن مصادرها الرسمية.